بدأت زراعة الزيتون لأول مرة في 4000 قبل الميلاد. تعيش شجرة الزيتون البطيئة النمو لفترة كافية تستحق العناء. تم استخدام الزيتون الذي تم جلبه إلى المطابخ من خلال جمع جميع المكونات المفيدة للتربة التي كانت موجودة فيه منذ آلاف السنين للأغراض الطبية منذ العصور القديمة. الزيتون الذي يوفر فوائد لا تصدق لجسمنا مع أحماضه الدهنية الصحية والعديد من المكونات، مفيد للعديد من اضطرابات التمثيل الغذائي عند تناوله بانتظام. ما هي فوائد تناول الزيتون؟ متى وكيف يجب أن تستهلك؟ دعونا نفحص معا. يمكنك الاشتراك بها مجانا قبل تخطي المزايا. نحن هنا مع فيديو إعلامي جديد كل يوم. ما هي فوائد الاستهلاك المنتظم للزيتون؟ يحتوي الزيتون على الكثير من الزيت، لكن هذه الزيوت هي دهون صحية معروفة بزيادة نسبة الكوليسترول الجيد. المواد المضادة للأكسدة التي يحتويها تأخذ مسؤوليات مهمة للغاية في الوقاية من أمراض القلب عن طريق منع أكسدة الكوليسترول السيء في الجسم. الزيتون الذي يحتوي على دهون صحية مثل أوميغا 3 و 6 الذي يحمي صحة القلب ويقلل من تكوين البلاك في أنسجة الأوعية الدموية. نظراً لاحتوائه على مادة البوليفينول الفعالة في تقوية جدار الخلية، فإنه يزيد من مرونة جدران الشرايين مما يقي من أمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيتون غني جداً بالأحماض الدهنية غير المشبعة عالية الجودة التي توازن كمية السكر في الجسم وتتحكم في طريقة استخدامه من قبل الجسم. في الأشخاص الذين يعانون من عدم توازن السكر في الدم، تشكل جزيئات السكر في أجسامهم روابط غير مناسبة للخلايا، مما يجعلها غير صالحة للاستعمال. هذه العملية تسمى جليكيشن. بفضل أحماض أوميغا 3 الدهنية التي لها خصائص مضادة للأكسدة في الزيتون، فإنها تقلل من عملية تكوين السكر. من ناحية أخرى، يحتوي الزيتون على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وبهذه الطريقة ينظم الجهاز الهضمي ويضمن جودة الأمعاء. كما أنه يحتوي على البروبيوتيك، وهي مهمة جدا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. يسهل عملية الهضم عن طريق حماية الجراثيم المعوية. خصائصه المضادة للبكتيريا تحمي جدار المعدة عن طريق منع انتشار مادة تسمى هيليكوبكتر بيلوري، والتي تعيش في المعدة وتسبب قرحة المعدة. في نفس الوقت، يعتبر الزيتون من أكثر الأطعمة فعالية لتقوية المناعة. بفضل الفيتامينات التي يحتوي عليها، فإن جميع العوامل الخارجية تقريبا جيدة ضد الأمراض. الزيتون الذي يحتوي على معادن مفيدة جدا لصحتنا مثل الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم، يزيد من مقاومة الجسم عن طريق تسهيل أنشطة المناعة. الزيتون لصحة أنسجة العظام. يحتوي الزيتون على مستويات عالية من الكالسيوم. لقد ثبت من خلال البحث أن المركبات الفينولية الموجودة في الزيتون تمنع فقدان العظام وتلفها. تعمل هذه المركبات على تحسين صحة عظامنا عن طريق زيادة عدد الخلايا التي تفرز الهرمون لتكوين العظام. بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت في الدراسات أن الأنظمة الغذائية التي تعتمد على زيت الزيتون كمصدر أساسي للدهون فعالة للغاية في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المعرفية مثل مرض الزهايمر وباركنسون. إذن، هل هناك أي ضرر في الزيتون؟ بادئ ذي بدء، يتم فصل الزيتون وفقاً لنسب الملح المختلفة في الأسواق. يمكن لأصناف الزيتون التي تحتوي على الكثير من الملح أن تزيد من ضغط الدم عن طريق تسريع الدورة الدموية بسبب محتواها من الصوديوم.
بالإضافة إلى ذلك بسبب اللب الموجود في الزيتون والذي له أنشطة مفيدة لجهازنا الهضمي عند تناوله بشكل مفرط، قد يسبب بعض مشاكل الجهاز الهضمي عن طريق احتلال الجهاز الهضمي أكثر من اللازم. من ناحية أخرى، مثلنا جميعا يحتوي الزيتون على نسبة معينة من السعرات الحرارية، ويمكن أن يسبب مشاكل في الوزن عند تناوله بكمية زائدة. إذن ما هي كمية الزيتون التي يجب استهلاك؟ يقول الخبراء أنه من المثالي والمفيد تناول 5 إلى 10 حبات زيتون في اليوم، فهي تغذي جميع أنسجة الجسم وتوفر فوائد مهمة للغاية. في ضوء هذه المعلومات، يمكنك إضافة الزيتون إلى نظامك الغذائي والاستفادة من فوائده طويلة المدى. إذا أعجبك مقطع الفيديو الخاص بنا، فلا تنسى الإعجاب به والاشتراك في قناتنا إذا لم تكن قد اشتركت بعد. ابقوا على ما يرام، كن على اطلاع.